starting of single phase induction motor. لو نتذكر خلال الشرح مالتنا اكو فد مشكلة كبيرة موجودة بالsingle phase induction motor اللي هو not self starting. هذا الموتور غير قادر على بدء التشغيل، لما اربطه للمصدر فولتية الى الباور سبلاي ما يبدي يدور. وش قد ما احاول وش قد ما اغير بالتصميم مالته، ما دام هو single phase induction motor هو غير قابل الى بدء التشغيل، ما عنده قدرة على بدء دوران الروتر. اذا لازم ادور حل لهذا الموتور. زين، احنا الموتورات هاي نستعملها ببيوتنا وهي دا تشتغل مباشرة اول ما نشغلها، شنو اللي اسويه؟ ايضا من خلال كلامنا تذكرون انه الثري فيز اندكشن موتور هو سيلف ستارتد، هو اول ما اربطه للمصدر الفولتية يشتغل. يفترض انه محركنا هذا سينجل فيز اندكشن موتور احاول اسويه مثل الثري فيز اندكشن موتور، اقدر؟ لا والله صعبه، شلون اسوي؟ زين، لا عاد شلون، اكو فد محرك اسمه تو فيز اندكشن موتور. هذا المحرك، طبعا هذا المحرك غير موجود، يعني ما مستحيل اروح للسوق اشوف انه دا يبيعون تو فيز اندكشن موتور. ليش؟ لان انا اصلا ما عندي باور سبلاي تو فيز. باور سبلاي المتوفره عندنا بحياتنا اليوميه هو يا اما سنجل فيز اندكشن موتور، سنجل فيز سبلاي، او ثري فيز سبلاي. لذلك مستحيل اشوف اكو موتور هو تو فيز اندكشن موتور. لكن فكرة التو فيز اندكشن موتور هو ايضا موتور اندكشن موتور يتكون من تو وايندينج، يشتغل على باور سبلاي تو فيز. هذا المحرك واحدة من خصائصه انه هو سيلف ستارتنج، هو اول ما انطيه باور يدور مثل الثري فيز اندكشن موتور. شو راح اسوي؟ اني بس بداية التشغيل راح احول موتوري اللي هو سنجل فيز اندكشن موتور راح احوله الى تو فيز اندكشن موتور فقط لاغراض الستارتنج. زين، هذا التحويل من سنجل فيز اندكشن موتور الى تو فيز اندكشن موتور شو يتطلب من عندي؟ يتطلب من عندي شغلتين. اول شيء راح اضيف وايندينج جديد، يعني راح اشغله كتو فيز اندكشن موتور. هذا رسم مبسط الى تو فيز اندكشن موتور. نلاحظ هذا الفيز الاول، هذا الفيز الاول هنا، هذه بس انتبهوا لي الى هذا الرسم. هذا الطريقة ربط الكويلات او طريقة لف الوايندينج تسمى بالساليانت بول، القطب البارز. شوف هذا قلب حديدي ويلفون عليه عدة لفات، وكأنما تذكرون هذا الرسم يذكرنا بالدي سي ماشين. على العموم بالنسبة للاندكشن ماشين ما يستخدمون الساليانت بول، ما يستخدمون هاي طريقة اللف، يستخدمون دائما الديستريبيوتد وايندينج. يعني انا عندي دائر مداير الـ على السطح الداخلي مال الستيتر مجموعه من السلوت، واركب الوايندينج مالتي بداخل هاي السلوت. ما نستخدم ذيك الطريقه، هاي الطريقه نسميها الديستريبيوتد، بينما هذه الطريقه اللي موجوده امامنا تستخدم او تسمى بالساليانت بول وايندينج، وهاي الطريقة غير مستخدمة. لكن احنا فقط لأغراض الشرح، حتى شوية الرسم يكون أكثر وضوحا، فقط لأغراض الشرح راح أقول لكم إنه هذا هو تو فيز اندكشن موتور. لاحظ هذا هو الفيز الأول، هاي هذا هو الوايندينج الأول. لاحظ عندي تو بول، قطبين متقابلة ومربوطة على التوالي، وتجهز بمصدر فولتية اللي هو الفيز أي. الوايندينج الزوج الاخر من البول ذولا، الوايندينج الثاني ايضا زوج من الاقطاب مربوط على التوالي، ويتم تغذيتها من الفيز بي. هذا هو تو فيز اندكشن موتور. هذا الشيء جهز الفولتية اللي راح اجهزها شنو لهذا الموتور. الفولتية هي عبارة عن تو فيز فولتج. تو فيز فولتج هي مصدر فولتية بي فولتيتين. الفارق الطوري بين هاي التو فولتج، الفارق الطوري بيناتهم 90 درجة كهربائية. السيستم الثلاثي للأطوار الثري فيز سيستم، الفارق أول شيء أنا عندي 3 فولتيات، والفارق الطوري بين فولتية وفولتية هو 120 درجة. هنا تو فيز سبلاي عندي فولتيتين والفارق الطوري بيناتهم 90 درجة. لذلك
حتى أحول السنجل فيز اندكشن موتور لازم أول شيء أضيف ملف جديد، ملف جديد، وثانيا أجهز الموتور بتو فيز سبلاي. بالله إضافة وايندينج ما عندي مشكلة، إذا أرجع للرسم الأصلي مالتي مال السنجل فيز، هذا هنا عندي سلوت راح ألف مثلا هنا بهاي المنطقة المتقابلة واحد من الوايندينج، وبهاي المنطقة فارق دائما يكون أكو فد فارق طوري بين الوايندينج الأول والوايندينج الثاني 90 درجة كهربائية. لاحظ أكو 90 درجة كهربائية، فمن ناحية إضافة كويل راح أضيف كويل، ما عندي مشكلة. لكن المشكلة هي أني يعني منين أجيب تو فيز سبلاي، وأني الماطور دا أربطه من سنجل فيز سبلاي. الطريقة راح أسوي لعبة على الماطور. الطريقة هي كما يلي، ايش راح أسوي؟ هسه مبدئيا احنا اقتنعنا انه اني سنجل فيز راح اضيف له وايندنج اخر، فراح يصير لحظات الستارتنج راح يشتغل وكأنما تو فيز وايندنج. هذا رسم مبسط موجود امامي لسنجل فيز وايند لسنجل فيز اندكشن موتور. نلاحظ الرسم، تذكروه سابقا كنا نرسم روتر ووايندنج واحد، ملف واحد، وهذا الملف كنت اربطه الى المصدر فولتيه. هسه راح اضيف مصدر، راح اضيف كويل اخر، وايندنج اخر، واربطهم اثنيناتهم على التوازي. تلاحظ هذا مربوط على التوازي ويا هذا الملف. هذه هي طريقة الربط الكهربائي. شلون احصل تو فيز سبلاي؟ ما يشتغل المحرك اذا مو تو فيز سبلاي. لازم امرر تيار بهذا الكويل، وامرر تيار اخر بهذا الكويل، فارق طوري بيناتهم 90 درجة. طبعا انا ما يتوفر عندي، لان انا يتوفر عندي سبلاي واحد فقط اللي هو سنجل فيز سبلاي. ايش راح اسوي؟ راح اتلاعب بقيم المقاومة والمحاثة مال هذا الملف الثاني اللي ضفته. طبعا للعلم هذا الملف ما دام صار عندي ملفين فراح انطيهم في التسمية، هذا يسمى بالمين وايندينج، الملف الرئيسي هو الملف الرئيسي اللي موجود بالسنجل فيز، وهذا يسمى بالاوكسيلاري وايندينج، الملف المساعد. هذا وظيفته فقط بالستارتنج، راح نشوف شلون انه بس يخدمني بلحظات الستارتنج. لتحقيق مرور تيارين، هنا تيار وهنا تيار، فارق طوري بيناتهم حوالي 90 درجة، ايش راح اسوي؟ راح احاول بتصميم هذا الملف الاوكسيلاري، احاول ازيد المقاومة مالته، اسوي المقاومة مالته عالية جدا، وقيمة الممانعة مالته الاكس قليلة. هذا بالنسبة للاوكسيلاري. بالنسبة للمين وايندينج، ايش راح اسوي؟ ازيد عدد لفاته حتى قيمة الاكس مالته تزداد، استخدم فد واير شلون يكون الخطر مالته كبير، يعني الكروس سكشن اريا مالته كبيرة، حتى اقلل من قيمة المقاومة مال هذا الوايندينج. اذا هنا راح يصير عندي مقاومة عالية اكس قليلة، هنا راح يصير اكس عالية ار قليلة، وبالتالي وكأنما هذا الكويل اللي موجود هنا او هذا الوايندنج راح تكون له خصائص مقاومية، وكأنما هو مقاومة، هو ملف لكن خصائص المقاومة تكون مالته عالية، بينما هذا الملف المين راح تكون خصائص الاندكتنس مالته عالية، راح يعتبر كويل والمقاومة مالته قليلة. شنو معنى هذا؟ خلينا نرسم الدائرة، عفوا الفيزر دايجرام مال هاي الدائرة. عندي الابلايد فولتج هاي في، هاي الفي، الابلايد فولتج مسلط على هذا المين وايندنج، راح يمر تيار هنا اللي هو الاي ام. الاي ام اتجاهه وين راح يكون؟ بالتاكيد راح يكون لاج، متاخر عن الفولتيه، لان انا عندي كويل، وراح يكون متاخر بشكل كبير جدا، الزاويه كبيره جدا. ليش؟ لان هذا له خصائص حثيه، اندكتنس، مثل ما حكينا قبل شويه. ايضا تسليط الفولتيه على هاي النقطتين، الابلايد فولتج الفي راح يمرر للتيار بالاوكسيلاري وايندنج هذا الملف المساعد، والتيار هذا راح تكون له خصائص ايضا حثيه، هم يكون متاخر عن الفولتيه، بس زاويه التاخر مالته راح تكون قليله جدا، وكانما هو شبه مقاومه.
هذا هو التيار اي اي اللي مر بالاوكسيلاري وايندنج. بالمحصلة صار عندي فارق طوري بين الاي ام والاي اي. شوفوا اللي سويته انه اني تقريبا قشمرت الماطور وقلت له يابا ترى اني دا اجهزك التو فيز، مع العلم انه اني دا اجهزه بسنجل فيز، لكن تغيير قيمه او التحكم بقيمه الار والاكس بهاي التو كويل انتجت تيارين. الفارق الطوري اني طبعا كان المطلوب من عندي او المفترض انه اسوي فارق الطوري 90 درجه، بس ما راح اقدر اسوي. على العموم وصلت الى حاله اكفت فارق طوري بين الاي اي والاي ام، هذا كافي على تحويل السنجل فيز موتور الى ما يقارب التو فيز موتور. اتفقنا انه التو فيز موتور هو سيلف ستارتنج، اذا موتورنا الان راح يشتغل بالبدايه لحظه الدوران، راح استفاد من فكره التو فيز موتور، وراح السنجل فيز اندكشن موتور راح يدور. بما انه السنجل فيز اندكشن موتور له القابليه على الاستمرار بالدوران، مشكلته فقط بالستارتنج، لذلك هذا الكويل بعد ما إلى داعي من المحرك يبدي يدور يوصل الى فت سرعه مناسبه، خلينا نقول 75% من سرعه الدوران الطبيعيه مالته، يعني تقريبا وصل الى سرعه الدوران مالته الاعتياديه، اقدر افصل هذا الكويل واطلعه خارج العمل. لذلك يربطون فد سويتش داهي الدائرة، هذا السويتش يكون مغلق ات ستارتنج، ورا ما يبدي يدور المحرك ويوصل الى فد سرعة جيدة راح ينفصل ويرجع المحرك يشتغل كسنجل فيز اندكشن موتور. هذه هي الفكرة. بناء على ذلك راح تظهر لي اكثر من نوع من السنجل فيز اندكشن موتور، وهذا التنوع مين راح يجيني؟ من طريقة الستارتنج اللي راح نستخدمها. فهنا classification of motor اللي هي تصنيف او تقسيم المحركات، والمحرك اقصد بيه single phase induction motor اللي هو موضوعنا. النوع الاول اللي هو split phase motor لا يختلف عن الشرح اللي قلت لكم اياه. هذا المحرك ايش راح يكون بيه؟ two coils main winding و auxiliary winding. هذه الكويلين ممكن اسميها تسمية اخرى، هذا يسمون بال run winding ملف التشغيل، هذا يسموه بال start winding. التسميتين هاي مستخدمة، يا اما main auxiliary او run و start winding. نرجع على النوع اللي بدنا نحكي عنه اللي هو السبلت فيز، النوع الاول من انواع السنجل فيز اندكشن موتور. سبلت فيز موتور شنو يعني السبلت فيز؟ يعني الفيز المنفصل. هذا الماطور راح استخدم بالبدايه تو فيز، ورا لحظات ورا ما يدور المحرك راح احوله الى سنجل فيز، فيسموه الفيز المنفصل. احتاج الى عمل هذا، طبعا هذا هو الفيزر دايجرام حكيت لكم اياه. نلاحظ الـ V Applied Voltage، هذا التيار مال الـ Auxiliary Winding، هذا التيار مال الـ Main Winding، والتيار الرئيسي اللي دا يمر أو اللي دا أسحبه من الـ Power Supply هو مجموع الـ IA زائد الـ IM اللي هو هذا المتجه، هذا هو التيار I التيار الرئيسي. قلنا قبل شوية أنه حتى أفصل الـ Auxiliary Winding بعد ما يبدي يشتغل الماطور ويوصل إلى في السرعة زينة، فأحتاج إلى هذا السويتش. شنو طبيعة هذا السويتش؟ هذا السويتش يسمى بالCentrifugal Switch. هذا السويتش موجود داخل الماكينة داخل الماطور مثبت مع الستيتر. تشغيله وإطفائه يعتمد على سرعة دوران الروتر، يعتمد على عزم الطرد المركزي، ولذلك يسمى بالCentrifugal Switch، وهذا راح نشوفه هسه لاحقا، وراح نفتهم شلون راح السويتش هذا بالسرعه العاليه ينفتح وبالسرعه القليله يغلق. المهم فدرسم مهم دائما ارسمه لاي سنجل فيز اندكشن موتور هي علاقه السرعه، هذه هنا الاكس اكسس هو السرعه، ومع التورك. اذا تلاحظون هذا الرسم هذا يخص السنجل فيز موتور، هذا يخص السنجل فيز موتور، والسنجل فيز موتور نلاحظ بالسرعة صفر، التورك يساوي لي صفر. ليش؟ هو يعني ليست لديه القدرة على بدء التشغيل. لما السرعة صفر التورك ما تساوي صفر. لما نضفنا له هذا الوايندنج الثانية حولناه إلى تو فيز موتور،
تو فيز موتور هذه الكاركترستيك مالته. نلاحظ انه ات لما السرعه تساوي لي صفر اكو فد قيمه للتورك، اكو فد قيمه للتورك. اذا المحرك راح يشتغل بهذه الكاركترستيك، السرعه من تزداد تزداد تزداد، السرعه تقريبا من توصل الى 75% من سرعه العمل الطبيعيه راح ينفصل هذا السويتش، راح يتحول المحرك من عمله كتو فيز موتور الى سنجل فيز موتور. فالكاركترستيك اللي راح اعتمدها هي هذه، وين يستقر العمل مال المحرك، وين راح توقف الاوبريتنج بوينت، راح توقف تقريبا بنقطه بهذه هذه المكان هنا مثلا. نلاحظ بهاي المنطقه التورك ايش قد راح يساوي لي 100%، السرعه ايش قد راح تساوي لي، السرعه راح تساوي لي هذه ال 100%، ال 100% هي السرعه التزامنيه. سرعه دوران المحرك دائما تكون اقل من السرعه التزامنيه بقليل، هنا هذه النقاط راح يكون سرعة الدوران أقل من السرعة التزامنية بقليل، أقل من السينكرونس سبيد بقليل. هذه هي العلاقة بين التورك والسبيد بالنسبة للسبلت فيز اندكشن موتور. هنا الستارتنج تورك اللي حصلت عليه، نلاحظ أيضا فت قيمة جيدة يعني يعتبر ولو هي قليلة، الستارتنج تورك مال هذا النوع من المحرك راح إذا نقارنه بالأنواع اللي راح ناخذها لاحقا. شلون اقدر احصل على ستارتنج تورك اعلى؟ اقدر احصل على ستارتنج تورك اعلى اذا زيدت التيار الاي اي او زيدت التيار الاي ام او زيدت الفارق الطوري. اذا تتذكرون اني الحاله المثاليه اللي اطلبها او اللي اريدها انه الفارق الطوري بين الاي اي والاي ام احاول اسويها 90 درجه، مثل الفارق الطوري اللي موجود هنا بين هذا التيار وهذا التيار. أنا أريد حتى يشتغل الموتور مالتي وكأنما هو تو فيز اندكشن موتور، أحاول أسوي الفارق الطوري هو 90 درجة. هنا بحالة السبلت فيز غير ممكن، لذلك الستارتنج تورك مثل ما قلنا راح تكون أقل من المحركات الأخرى. ننتقل إلى المحرك الثاني، النوع الثاني من أنواع الستارتنج، النوع الثاني من أنواع السبلت من السنجل فيز اندكشن موتور اللي هو الكاباسيتر ستارت موتور.